اهلا، مرحبا بكم في قناتي. درت اسم الحار وغادي نقول لكم المقادير، يعني الطريقه. انه غادي نديروا زبده البلديه نتاع اللي خرجناها من اللبن، يقدر يكون هكذاك 500 غرام ولا 450 غرام او اللي تقدروا عليه. والملح مثلا 6 7 نتاع المعالق نتاع الملح، وهذا ونتاع الزعتر نديروه، وحتى المنتا درت حتى المنتا. الا كانت عندكم غير الزعتر وصافي ديروه، ولكن المنتا حتى هو درته، ودرت فيه هكذا كيكون لتر ونص هكذاك باش يكون، وخليته يغلى مزيان مزيان مع هذيك الماء والزبدة. درت عليها هذاك الملح، ومزيان مزيان دخلت فيه هذيك الملح كما يقولوا، صبنتها بالملح مزيان مزيان او عجنتها بالملح. وهكذا ملي كنديروا لها الملح غادي نضيفوا لها الماء. فغادي نقول الطريقه، هذاك الماء غادي يكون في الاول غادي يكون فيه الحليب، فاحنا اللي بغينا ان هذيك الماء غادي يكون صافي، فكل مره نضيفوا له الماء ونرميوا هذاك الماء نفرغوه ونضيفوا الماء حتى انه ونصبنوها، يعني كما يقولوا نعجنوها مزيان حتى يتقلع لها هذاك كله، داك البقايا نتاع الحليب كله اللي فيها يتقلع لها حتى انه يبقى هذاك الماء صافي كامل صافي. اذا فيكون هذاك الماء برد نتاع الزعتر ونتاع المنتا. ملي غادي يكون صافي برد، صافي برد، فغادي نضيفوه لهذيك الزبده فنعجنوه بها، نعجنوه مزيان مزيان بعد ما قلعنا لهذاك الماء، بعد ما يكون الماء صافي صافي نتاع هذا. اذا فرق طرق من داك الماء صافي، فنديروا لها الماء تاع الزعتر. ملي غادي نديروا لها هذاك الماء غادي نعجنوها مزيان مزيان بهذاك الماء تاع الزعتر، وغادي نخليوه نغطيوها كامل، نخليوها ليلة كاملة في هذاك الماء باش تاخذ هذيك النكهة ديال داك الزعتر. من بعد غادي يكون عنده واحد زجاجة او لا اللي بغيتو، المهم كتكون معقمة، ونديرو فيها هذيك الزبدة بعد ما نكونو قطرناها ما يكونش فيها الماء، ونديرو فيها ولكن نبقاو نضغطو عليها نضغطو عليها باش ما يكونش فيها شي هواء ولا مش هكذا، باش يكون متجانس كله هذيك الزبدة. ومن بعد نغطيوها مزيان ونخليوها في مكان يكون ما في يكون فيه الظلام مظلم ولا يكون ما فيهش الهواء، المهم تكون مسدودة، ونخليوها فيه مدة شهر تكون واجدة. وهكذا تقدر تكون هكذا، تقدر تكون شهر هكذا. ومن بعد صافي، هذيك هي اللي كنديروها في نقدروا نديروها في الأكل. المهم هي الطرق كلشي كتشوفوا حتى ان الماء اللي كيولي صافي. هو حتى شفنا الماء هكذا نقي نظيف ما فيه والو الحليب، اذا فهذيك هي غادي نخرجوا ديك الزبده نقطروها. ومن بعد غادي نصفيو داك الماء نتاع الزعتر الا كان فيه شي نباتات، وهذا هذا كنقول الا كان بغيتو ما ديروش باليدين، ديروا بهذاك اللي كيدير البيغي اللي كيدير مثلا البطاطس البطاطا. ايوا وهكذا من بعد ها هي هذا الزعتر، وغادي نصبروه يعني نغسلوه بها مزيان شويه، نقلعوه له كل شيء ديك الا كان فيه الماء والاول، وعاد نديرو فيه الزعتر ونغسلوها مزيان بهذاك، ندخلو فيه هذيك الماء نتاع الزعتر باش تاخذ النكهه، وصافي وهكذا ونخليوها ليله كامله.
هي هكذا كنخليوها هنايا هكذا حتى يعني تبات ليلة كاملة وهي مغطية بكل بداك الماء، تحتار كيكون تحتار يكون بارد، أكيد يكون بارد سينو غادي تدوب الزبدة. وهكذا فنقطروها من هذاك الماء، ملي غادي نقطروها صافي نديروها في واحد هذه زجاجة نتاع يكون عقمناها ونضغطوا عليها، نبقاو هكذا نضغطوا عليها. ولا ما بغيناش نديرو هذاك باش نديرو في باليدين، اذا فبجوج معلقات حسن صافي هكذا، ونديرو لها هكذا شويه نضغطوها باش نهزوها شويه باش الا كان شي هوا منها زعما شويه يخرج منها. وهكذا نديرو لها واحد انا درت لها واحد البابيي الاول، وعاد درت لها هذيك المغطى ديالها، هو هذاك هكذا الماء نتاع هذا نتاع السحتر، ها هي ما فيها والو. ومن بعد صافي ونديروها في واحد المكان وغادي هكذاك. الا بغيتو انا قلت الطريقة ديالنا، شكرا للمشاهدة.